أنا حسون الملك، متسابق، درت أصغر متسابق بالعراق. بديت في هذا الاستعراض في 2015 في ستايل الحر. ما بعدين 2019 بديت بداية في الدرفت، ومشارك بطولتين أنا حاليا، وعدنا بعد جولة ومحصل على 22 مركز في استعراض الحر. عمر 19 سنة، من العراق، بغداد، شافلستان. حسون تعرفت عليه ب 2014 تقريبا، تعرفت عليه عن طريق عمل، يعني كان عنده سياره وجاب لنا اياها، سويت له بيها يعني كم شغله بوقتها وتعرفنا عليه وصار صاحبنا. سريع بقراراته، يتسرع كلش بقراراته، ما ياخذ حكايه، ما ياخذ نصيحه، اللي براسه يسويه. هو حسون هذا يعني من زمان اعرفه، يعني ان شاء الله مثلا انسان بمصلحه قال له هاي شغله غلط، هو خلها بباله اللي يسويها، حتى لو كانت هي شغله غلط، يعني ما هذا غلط ما يصير اللي يسويها. بس هو خوش ولد، من تريده بشغله يوقف لك من كل النواحي. يعني هم اصدقائنا، محبتهم بهاي الشغله ومحبتهم بينا همنا، يعني يلتقون يمنا يشوفون جاي نصنع بالجديد، الشغلات الجديده، التحديثات بالشغلات، هاي الامور يجون يطلعون عليها ويحبون هاي الشيء. يعني هم نفس الوقت حسوني اشتغل وياه، يعني هو صغير اشتغل وياه بهاي المصلحة، وصارت فكرته انه بهذا الاتجاه مال السيارات والدراجات، صارت عنده شوية ممارسة. قام يصلح ويعمر بيده ووصل الى مرحلة انه اي شيء يقدر يسوي، السيارة نفسها قام يستخدمها كسياقة بكل سهولة، يعني يقدر يعمرها سيارة بنفس، بيفتح ويشد، يعني هو الحاجة يفتحها يبدلها كميكانيك، يعني خبرة عنده صارت. فم كبر وهسه صار عمره في كبير، وصار يعني عرف هاي الممارسة مال السيارة. وبال 2003 من صارت الأحداث، يعني صار الوضع كلش تعبان عندنا، خاص
فانتقلنا من بغداد إلى ديالة. يعني أنا مود لن تأثر على عائلتنا، يعني لن حافظنا عليهم. فنقلتهم إلى ديالة أنا وأهلي ووالدي ووالدتي. رحنا عند صديق واحد عنده مزرعة وقعدنا، وكان صغير كلش يعني ما ميّن بس ملحقه وبس سمعه ويش مختطفات سولفوا من كبره وهذا. فالوضع الحرب يعني كانت قوية. كشاب هو يعني هو عند الواحد الوحيد بين الولد حرك، يعني ممارسة وحرك وشاغول، وهذه واحدة من الوحيد. اثنين نصيح يعني طوع، من تقل على فشي يطاوعك، يعني ما عنده فشي اعتراض، وهذا إذا فشي. اثنين ما عنده الأسلوب الخطأ، يعني دائما يمشي بالصح، بس هي العيشة وياه شوية صعبة يعني مو ذيك قوية. اي فهذا هو من النوع الوحيد من الولد يعني حريك وشاغول وعلاقات ويا اصدقاء ازيد من كلهم. هذا الشيء. مساء الخير. مساء النور. شلونك حسوني؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ زين. يمكن انت اصغر. لا هيك هو راسا لزم السيارة واستمر بالسياق يعني بدون ما انه هو شلون عباك سايق قديم. يعني قد ما عنده ممارسة كان يسوق دراجة بعدين تحول إلى سيارة بدون ما علمه. يعني في عالم تدخل دورة تدخل سياقة تعلمه هذا هيش. لا هو شافني أسوق وهاي يباوع من يقعد يمي فاستخدمها للسيارة بسهولة. هيش أي من أول مرة طلع يأخذ مثل سيارتي هنا يروح فيها راس شارع شغلك يعني صارت عنده ممارسة. شعور حلو يعني الصراحة، يعني ممارسة ممارسة رياضية حلوة، يعني هاي هوايتي هي بعد، ما عندي غير هاي الهواية. مونس نفسي مونس الجمهور، رياضة حلوة، رياضة عالمية، وإن شاء الله مثل العراق بالدول الباقية. لا شيء إن شاء الله يعني إحنا نطلع غير الدولة. أنا عندنا كم سابق طالع مثل غير الدولة، تركيا والعفو بتركيا والاسمه بالأردن مثلين. وأنا جيت لك يعني عندي يعني أريد أطلع دبي يعني لمثل هنا بلد العراق يعني نحبه، بس عيشته شوية كل الصعب مرة تبين الظروف شغلات هواي شو السا ما تقدر واحد يعني يغادر بلد يروح بغير بلد غريب. غربة شوية صعبة، أنت مو مثل بلدك ما أخذ راحتك ما أخذ شيء تعرف شنو طب العالم. أنت تروح لغير دولة مو إلا دبي، يعني مو إلا أنا شارك بدبي، يعني إذا تحسنت أموري أنا وشفت سياقتي مضبوطة مو إلا بدبي أشارك بأي بطولة تصير أقدر أشارك بيها. يعني بس صعب من تروح هناك، أروح سفرة شهر أبقى هناك مو مشكلة،
بقى لي فترة هناك أكثر من شهر أرجع مو مشكلة، بس صعبة واحد يعوف بلده ويروح لغير مكان. So he loves his country, he loves Baghdad, his city. تحب بغداد يعني تعتبر مدينتك؟ طبعا أنا ولدت ببغداد أحب هذا الشيء. درفت المستقبل كلش حلو، بس انا ما اقول لك انا بطل، بعدني مبتدئ يعني. انا جاي اقول لك اسولف لك انا ثاني جوله اشارك، العفو ثالث جوله اشارك في مسار الدرفت الكار بارك، نطلع في هالشيء يعني اقول لك في 50%، وعندي نقصات بسيارتي وهذا الشيء غلط من يمي، يعني عندي شغلات بسيارتي قاعد تسوي تنزل من قيمتي يعني، وما قاعد اطلع هالشيء نتيجه حلوه، وهذا اللي قاعد يصير عندي. ان شاء الله كمل السياره والنقصات اللي بيها وان شاء الله يطلع كل شيء كلش حلو. اذا ما هاوي هاي السالفه ما يقدر يوصل هذا الشيء، اذا ما مارس هاي السالفه ما انا ما اقول لك هسه يعني اقدر، ما حد اجى وصار هيك، لازم تمرين، لازم لازم واحد هاويها لهاي الشغله ومارسها يعني حاطها بباله يعني لا يقدر يوصل هذا الشيء. يعني عندنا يعني كم شخص يعني صارف وتعبان على نفسه وتعبان على سيارته وما قاعد تطلع النتيجة حلوة. يعني هذا اليوم أقوى، هذا مو أقوى، هذا قوي، هذا مو قوي، هي ممارسة. إن شاء الله نوصل لهذا الشيء هنا، نرفع اسم علم العراق. أنا حسون الملك، متسابق درفت أصغر متسابق بالعراق.